الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل في السورة، سورة سيدنا يوسف، آيات لنا، ليس للسائلين فقط، آيات للمؤمنين. طيب، فنحن وصلنا إلى قوله عز وجل، نراجع آخر آية آيتين أو آية، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. هو يريد، والله يريد، لازم نفهم، نحن نريد أشياء ولكن الله يريد غير. خاصة يا أحبابنا في الله، أيها المسلمون أينما كنتم، مؤمنون أو ضعيفي الإيمان، كلنا إخوة، ولكن نحن نريد أشياء لما تكون إرادتنا منصبة فقط للدنيا في القلب، الدنيا واهتمام بالدنيا وغائب عنا الآخرة وغائب حتى ربنا عنا في حياتنا. موجود أشخاص نحبهم ونعظمهم ونقدرهم، لا بأس في ذلك، لا بأس، لكن المصيبة، مو البأس، المصيبة أننا نحب هذه الأشياء أكثر من الله، ممن خلقنا وأبدعنا وممن هو معنا في جميع مراحل الحياة. الدنيا مقدارها قليل، بعد كذا يوم واحد كألف سنة ما تعدون، مراحل هناك ليس معنا فيها لا زوج ولا أخ ولا خال ولا عم. مؤمن بها؟ طيب شوف الذي يبقى معك فيها، حط ميزان، قل إن كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وزواجكم عشيرتكم وأموالكم ترفموها وتجارة تخسرون كسادة ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا، وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لا تكون أحب، القلب متوجه، مو تدعي أنت أنا أحب الله ورسوله خلاص ومشتغل في الدنيا، توجه لها بحب كامل، كلام هذا، أنا أحب الله ورسوله أكثر. القلب ماذا يقول؟ لو قال أنه يحب الله ورسوله فلذلك عواطفنا تجاه الأشياء تكون ليست قوية. ليش؟ على قدرها، مئة سنة، مئة سنة أعطي عاطفة مئة سنة، وهناك أعطي عاطفة وحب وغلا وعز وفوز وفلاح ونجاح لمليارات السنين أنت عايش. إذا مؤمن بتلك هذا يكون حالك، إذا يؤمن بهذه هكذا يكون حاله، وإن ادعى بالكلام. الحياة هكذا. طيب، ففي ناس مثلا حتى تفسير القرآن، في ناس عندها يعني يبيض يسود، ما عنده ألوان. أنا أعطيت رأي، هذا رأيي في السورة في الآيات مثلا، واحد ثاني أعطى رأي، ليس يا هو يا أنا، لا، ممكن عشرة يعطون آراء. أنا رأيي أنه الملك، ورأيي عنه أنه كذا، ورأيي عن يوسف هو كذا، هذا انشرح صدري وقلت، أو أخرجت من مخي هكذا من السابق وضعت، هذا صح هذا صح هذا صح هذا صح هذا صح، عشرة صح وفي عشرة غلط، لكن لا نضع شرحك خطأ، الملك يقصد كذا كذا، واليوسف يوسف سيدنا يوسف يقصد كذا كذا، شرحك خطأ، ويجي لكل مكان يقول شرحك خطأ خطأ، إلا الشرح الذي هو معتمد عنده من أحد أو من رأيه. لا، خليك ذو ألوان، أبيض وأسود، التلفزيون قديم رموه لغوه، ألوان، خلي عندك ألوان، ما شاء الله تفسير طيب وشرح طيب ونظرة طيبة، ولكن في نظرة أخرى هي هكذا وأنا مرتاح لها. بس هذه ناس يجي يقول هذا تفسير وهذا أنا ليس تفسير، هذا خواطر مني، أنا خواطر مؤمن تختلف عن خواطر واحد ثاني،
وليس كل مؤمن خواطرهم كلهم سواء أسود ولا أبيض، لا، ممكن يخطر الإنسان أشياء ثانية. بعدين القرآن متناغم معك، متناغم مع زمانك، متناغم مع عصرك. لذلك قطعت النبوة. ليش؟ لماذا؟ لأن هذا القرآن يكفن بقية الزمان وأقوى من الكتب التي أنزلت لزمانهم ولقوم معينين. هذا مفتوح للعالم كله، يعني يقبل أن يقرأه العجمي ويفهم شيء آخر، والإنجليزي والبريطاني والعربي وكله كذلك يقبل. أنت في مرتبة الإسلام يجيك تفسيرات خاصة بك، لا تفرضها على المؤمنين والمحسنين، وهم كذلك هم ما يفرضون، لكن هنا المشكلة من هنا. وإذا واحد في مرتبة الإيمان فعلا لا خلاص يفهم هذا، أنا الوحيد، خواطري هذه، ينشرح صدور ناس كثير لهم بها، لا بأس مؤمنين يشرح صدور كلامهم لبعض. سمعت من واحد ثاني ما يقول الله التفسير هذاك أعطانا الرجل هذاك ليس حسن، هذا أفضل. لا تقول هذا الكلام، هذا كويس، هذا كويس، أفضل له ولمن يقتنعون، خلاص هذا لهم. لكن لو مثلا ارتقى الإنسان للإحسان، نفرض أن هي درجات الإيمان نفسه لا ليست محدودة، نقول هذا درجته كذا، درجات عند الله، بقدر كفره بالطاغوت درجته تعلو، بقدر ما تعلقه بغير الله يفنى، كفر. إيش معنى كفر؟ فنحن نصغر بعدين نكفر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وقد استمسك بالعروض. في واحد شاف فيديو عندي، العنوان بس من العنوان شتم وسب وقال ما هذا القذارة. لماذا؟ أكفر بالطاغوت أولا لتؤمن بالله حقا، عنوان. هو أخذ أكفر، إيش أكفر؟ ليش أنا مسلم أكفر؟ أنت وأنت 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 وفر من شهور. في ناس عنده خلاص عنده قاموس في الداخل موافق، زي الروبوت، الروبوت عنده بس معلوماته الداخلية، لا يقبل معلومات خارجية إلا إذا أصحابه فتحوا المجال للبرمجة، خلاص عنده برمجة قديمة، لا يريد برمجة قديمة، لازم أصحابي المبرمجين يضعون فيها. هكذا بشر جعل نفسه بالروبوت. لكن المؤمن لا، يسمع وينصت ويتأدب ويأخذ المعلومة كاملة، ثم ربنا أعطاه فلتر داخلي ما يخاف. استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك، يجي يدخل في القلب، ما يدخل في العقل، يدخل في القلب. قبل هو صح، لهذا الميزان قبل أن تولد موجود، نفخت فيه من روحي، خلاص كل المعلومات فيك. فشوف يريد هو إيش الملك؟ قال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذه إرادة وهذا هدف وهذه رغبات. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه من تأويل الحديث، والله غالب على أمره، ليس المخلوق يريد كذا وأنا أريد كذا، أنا أريد أذهب لشيء ويريد الله شيء آخر من أفعال الأفعال كلها لله. نحن نوايانا تغاير أحيانا كثير ما يريد الله، ولا الأفعال فعل الله. أنت نيتك ما هي؟ تحاسب على النية. الله المميت وانت قتلت واحد تحاسب على نيتك. لو نويت قتل إنسان مثلا تحاسب انك انت قتلت حتى تتوب حتى ترجع. هذه يبغى لها باب آخر بعدين نتكلم فيه. طيب شوف الله سبحانه وتعالى يقول
ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني مو داري، يمشي بنواياه بقصده، يظن أنه هو يغير العالم، وهو يميت وهو يحيي وهو يرزق وهو يشفي، دكتور أنا أشفي ومدري إيش، يظن هكذا. لكن الله اللي يفعل، أنت امشي في الأسباب، نجحت نجحت، ما نجحت ما نجحت، لأن الله الفعال ليس نحن. الشافي هو، وأنا دكتور أعالج 100 مريض في اليوم، 90 70 60، مرات كل 100 ما يشفى أحد، والرازق الله يمشينا. أنا أخذت مثلا فلوس مال من الراتب المرتب حقي وحلقت الشعر، إذن أخذت من مالي ودفعت، وللبقالة، وهو نفس الشيء الحلاق أخذ من 10 أشخاص، ها كذلك هو يذهب للبقالة، يذهب هذا، الفلوس تدور، الرزاق هو الله. طيب، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إذا في الإحسان ماشي، لما يبلغ 40 سنة يضبطه رب العالمين بالحكم والعلم، حكم الحكمة والحكم الرأي، يكون سديد 100%، ما فعلته عن أمري. الرجل العبد الصالح قال ما فعلت هذه كل الأشياء من عن أمري، متوافق مع أمر الله. طيب، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. طبعا هذه فترة طويلة من الصغر حتى بلغ 40 سنة، وكمان لمن راودته، يقول راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أدم من المخلصين في عناية خاصة بهؤلاء الناس، لو وقع في مأزق يخرجه. من يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا. هذا المكان ما في مخرج، قفلت الأبواب وقالت يلا هيت لك، فهنا يجعل له مخرجا. ما في أحد، كيف الاتصالات، كيف كل شيء مو موجودة، لكن ربنا وعد تتق الله يجعل لك مخرج. كيف؟ مو شغلنا، يرزقه من حيث لا يحتسب، مو شغلنا، هذا شغل الذي وعد خالق جل وعلا ويعرف كل شيء وموجود، ما في يخلو منهما يعني وجود. 2 ثالثهم الله، ليس نفر آخر، لا، 4 خامسهم الله، ليس نفر آخر، ليس شخص آخر ولو غيبي، لا، كلهم أقرب إليهم من حبل الوريد، ليس 4 وليس 1. هذه أشياء ما نتكلم فيها، ليش؟ تصرف من؟ الله. تتكلم عن من؟ عن الله. فإذا هنا مسألة همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذن للمتقين والمخلصين ميزات خاصة، هذا واحد ظهر لنا منها، وكذلك إيش؟ إنه من عبادنا المخلصين. إذن في عباد مخلصين زي يوسف، هو منهم، عباد مخلصين اللي الشيطان قال إلا عبادك منهم المخلصين، فبعزتك ليغوين مجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن هذول ليس في الصراط المستقيم الذي يعرفه الشيطان، هؤلاء في صراط مخلص آخر، في صراط آخر. اهدنا الصراط المستقيم، آمين، ممكن تصير. إذن لماذا الصراط المستقيم كبير؟ صراط الذين أنعمت عليهم
هو هذا الذي لا يستطيعه الشيطان. صراط الحب لا يعرفه، يعرف صراط الأعمال، فلذلك هو خبير فيه منذ ولد إلى أن ظهر آدم، وهو فيه شغال ويعرف خبرة جنية، بعدين خبرة إنسية، وشاف الأنبياء والملائكة شافهم قبل، والجنة وكل شيء، فعنده خبرة ومعرفة وكشف، كشف له كل شيء، ولكن طريق الأعمال. نحن نتكلم هنا في القناة عن طريق الحب، سريع وقوي وبسيط وأعمال خفيفة، وما تنفصل عنه الأعمال والأمر والنهي، ما ينفصل عنه. إذا في الحب هناك الأنبياء يعملون أشياء منكرات، فإذا نأتي إلى همت به وهم بها لولا. شفت كلمة لولا قفلت الموضوع. يعني مثلا في اللغة العربية هذا الكلام، لو قلنا جاء الولد لولا أن أباه منعه، إذن ما جاء. في اللغة العربية هذا موجود، هم بها لولا أن رأى برهان ربه، إذن ما هم، ما هم بها. هذا في اللغة العربية، لولا أن لم يرى برهان ربه لجاء، لهم، لكن بما أنه هم، بما أنه بما أنه رأى برهان ربه لم يهم، بما أنه رأى برهان ربه لم يهم، لولا أنه رأى برهان الله لهم، إذن هو ما هم، لأنه رأى برهان. البرهان هذا درجات، ليوسف غير ولك غير، إذا أنت من المخلصين غير، إذا أنت من المتقين غير، مختلف، ليس هو واحد قالب. يعني برهان معناته هذا فقط لا غير، لا، مفتوح حسب مستواك، حسب تحملك. ممكن بعض البرهان لو ظهر لك وأنت في مغارة وأطبق عليك الصخر وأغلق وجاء الأسد من طرف الكهف، ما كنت تدري، ظلام، وسمعت صوته وخرج لك برهان من جهة ما، فزعت منه وهربت إلى الأسد، لا تتحمله. فالبراهين مختلفة، براهين مختلفة، ملك ممكن، ليش لا، وحي يأتي كما أوحى إلى أم موسى، خلاص ذهب الخوف، ذهب الرعب، ذهبت النفس التي توسوس، كيف أرميه في البحر، ما فيه، تسليم كامل ويقين كامل، إن رده إليك، هذا برهان. فالبرهان جاء منع الشهوة، أخمدها، حتى يخرج من هنا كما دخل، نظيف، ليس فيه شيء. فهنا رأى، مو لازم رأى بالعين، البيبان مغلقة، والعين ما ترى خلف البيبان، ولا ترى شيء غير الموجود في الغرفة، العين هذه لا ترى، رؤية أخرى. قد يكون رأى أباه كما قالوا في التفسير، ممكن، وليش لا، بس يكون مع الرؤية للأب، إيش
ممكن أرى آباي وأنا خلاص أبغى أسوي الشغل اللي أبغاه، أعرف أنه هذا مو هو حقيقة الصورة، مستوى صغير والبرهان كبير. لكن لا، برهان يعينه على ما هو فيه، يستحي يخجل ولا يفرق بين الخيال والحقيقة. وصول النبي هذا هو، هو عايش خارج مستوى الأرضي، غير المستوى الأرضي، ينتقل هنا وهنا في بعدين لهمه. المرأة هذه كانت في بعد واحد، بعد مادي، هو عنده الانتقال بعد مادي روحي، بعد رباني، بعد دنيوي، والرباني فيه. فهو لما هذا يعني رأى برهان ربه، هذا عاد برهان على قدره، ما نتكلم فيه، ولكن افهم انه يجعل لك مخرجة كيف، خلاص لا تسأل كيف. فإذا رأى البرهان فامتنع، ما هم. الذي يفسرون أنه هم ما يعرف لغة عربية، أقل شيء اللغة العربية، لم يهم ولم يفعل شيء. في ناس يقولوا كمان مزق السروال، جهلة. فإذا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء. شفت؟ لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ادخل في هذا البعد، ادخل في عباد الله المخلصين، السوء والفحشاء لا يأتيك، والضرر من الآخرين لا يصلك. يا أيها الناس عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عنده نووي لا يضرك، ممكن يضر جارك ما يضرك، يضر أحد في بيتك أنت لا، ما دمت فئة المؤمنين في الحفاظة، في الحفاظة أمام الكروب الكبيرة التي لا يطيق البشر، أنت في السلام، لأن لك فلك. الناس تصاب بالمشاكل والذعر، لماذا؟ يقولون فيروس صغيرة كذا دمر، لماذا؟ لأنه يعني مسلم نفسه لأي شيء إلا الله. ممكن يعطي ببغاء لسان لله، معلش ما يفيد، لكن الذي مع الله مؤمن بالله معظم الله مقدر الله، يخلي البرمجة ما تجي إلا من الله. واحد ثاني يقول لك هنا في شيء مدمر، لا يبالي، هذه نار تحرق، لا لا تحرق إلا بإذن الله. المرض موجود في كل مكان، لن يصيبنا، لن، شفت لن كلمة تأبيد للأبد، لن يصيبنا إلا ما كتب الله، يعني حبيبنا، ما كتب الله لنا. يضرك لنا مو علينا، إذا أحببته تقول لن يضرنا إلا ما كتب الله لنا وتبتسم، وإذا خايف من ربك ما تقدر تقولها، حتى تقولها ببغاء، يعني لن يضرنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ممكن يعني يصيبنا شيء يضر، ممكن يعني كلامهم يؤثر، ما فائدة كلمة لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طيب، إنه من عبادنا المخلصين، واستبق الباب، راح يمشي في الأسباب. جاء رأى البرهان وامتنع وذهب إلى الباب، هو عارف أنه مقفل مغلق، وراه بيبان مغلقة، ومن هناك السيد فتح، جاء للباب. فلما استبق الباب وقدت قميصه من دبر، ألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. هي الآن مزقت الباب من الخلف، ما تدري أنه بنفتح، ففتح الباب ورام كذا مشت، ايش تسوي؟
ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ قال: هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. الشاهد الذي يقبل كلامه لابد يكون 100% صادق ومئة في المئة يعني يقبل كلامه ختم توقيع، يقبل كلامه عند الناس. فالشاهد هذا أول شيء خذ كلمة شاهد، شاهد شاهد للحالة، قد يكون هو البرهان. شهد شاهد من أهلها، البرهان برضو موجود للتأييد الآن، هنا ظهر هذا الشاهد، قالوا الطفل ممتاز. الملائكة تأتي في الأطفال، تتجسد جسد الضيف إبراهيم، كيف بأوادم جاءوا بشر وذبح وصلخ وهو لا يعرف أنهم بشر، أنهم ليسوا بشر. فالمهم شهد شاهد من أهلها وقال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر طالعوا شافوا قميصه من الخلف، قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. شوف البرمجة عندنا قوية جدا، يعني لو حصل هذا الموقف لإنسان وفتح الباب ورأى حالة من الحالات وعرف أن المرأة غلطانة، هي المشكلة منها وليس من هذا الرجل، كيف يكون الحال؟ قال له: استغفر لذنبك. إن كان مؤمن استغفر الله، وإن كان لا مقصد استغفر لذنبك، استغفري منه، قل له سامحني، اغفر لي ما غلطت، وقول لزوجك اغفر لي، سامحني انت، سامحني. استغفروا اهل الـ يعني الواجب ان يستغفر وندم الواحد معاهم، انا غلطت معكم يا جماعه، او استغفر من ربه، او كلاهما. المهم نصيحه، الزوج يقول استغفر لذنبك، انت غلطانه، انك كنت من الخاطئين. كبرنا خيانة، خيانتي أنا رب خان ربه، قل له استغفر الله. ولو زوجك، ولو زوجتك، زوجتك أصابت مصيبة شفتها ولفت، يعني ضعفت وأذنبت، سوت هذا الشيء اللي قبيح، أو الزوج، أنت مؤمن بالله؟ إذن هي غلطت مع الله، هو غلط مع الله، أنا أعينها ترجع إلى الله، أعينه يرجع إلى الله. في الداخل أشياء عكس ذلك، برمجيات جعلت الغليان، لأنك أنت عظيم، كيف تخان؟ كيف أحد يخونك؟ كيف أحد يخونك؟ عظمت نفسك. يغضب ناس لا بأس، ولكن قبل لا تغضب فكر فيها شوي، فكر فيها شوي. أنا لست، الحب ليس معناته تملك، هذا لي، لا يخرج عن طاعتي ولا شوري ولا يفعل شيء إلا أنا آمر، وإلا خانني.
والعكس الرجل للمرأة، ليس هذا الحب، ليس هو هذا الحب. توافق، نستعين عندنا عيوب الاثنين ولو ما رأيناها، لكن حتى نعيش مع بعض. غلط، تعال ما يصير، هذا غلط، نجلس مع بعض ونرجع لنا رب عظيم، نبغى نكون مع بعض في الجنة. لكن هذا مو في البال، المشكلة في نساء بهذا الطريق. إذا أنت لم ترى رجل بهذا الترتيب، وأنت لم ترى مرأة بهذا، موجودين قلة المؤمنين، موجودين. طفل يخرج من بطن أمه بعد ما يمضي سنة بس يبدأ يكلمه حروف، يقرأ قرآن، يكرر القرآن أمامه سنتين ثلاثة، حفظ القرآن. ليش؟ لأنه 9 شهور هي تقرأ القرآن له، تعلمه في بطنها. فإذا حصل لها حادثة مثل هذه الحوادث، مثلا هي حصل لزوجها حادثة وما تقول خوني، تقول له نحن نريد نكون مع بعض في الجنة، انتبه، تبتعد عني، أنا أريدك معي وأريدك معي، هو يقول أنا أريدك معي، نحن ماشيين لله. لكن هذه منسية من الخطبة والملكة والزواج، هذا الله كذا على جنب، هم ننتعش، ننبسط، نستعد، هي هذه الحياة ولا غير. من قال؟ ستكتشف بعد الموت، لكن أحسن تكتشف الآن وتمشي. في مجتمعات اسم الدين يغلب عليها، تمام؟ اسم وألفاظ وحركات الدين موجود فيها، ولكن من الداخل جاهلية فيه، ليس في العرب، في العجم حتى، في كل مكان. تغير الدين عند الناس، إنه أعطيه الظاهر ها، ولكن خلي مجتمعك قبل الإسلام، مجتمع جاهلي قبل الإسلام. وربنا قال في القرآن: من الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: إذا جاءك المنافقون، طبعا هو يشوف واحد ناس، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم يقولون أنت رسول الله، ليش كذب؟ ببغاء. قالت العرب أسلمنا، نقول لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم، نصلي ونصوم. قل لم تسلم ولكن قولوا آمنا، ولم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هم قالوا آمنا، قال لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا وآمنا كلهم زي بعض في الظاهر. الله يريد الإيمان مع الأعمال، إسلام بدون الأعمال بدون الإيمان خطر لك أو عليك، هذا من رحمة الله، بالعكس مفروض ترفض، لكن رب رحمة الله خلاه، قال خلي ما يصل للإيمان هو الأصل. الله يمن عليكم لا تمنوا على الله إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. حتى تنتقل للإيمان أنت توك داخل، يعني مؤقت في الإسلام بعدين إيمان. لما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما الكلمة هذه في اللغة العربية معناته لا زلت ولكنكم قريب أن تؤمنوا، يعني المسألة مؤقتة، أو شكت أن تؤمن ولكن لا زلت في الخارج ما دخلت، ولكن هذا وسيلة، الأعمال وسيلة للإيمان، تقف عندها ما في مواعيد من الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الآخرة إذا وصلت للميزان وقال الكفة أعمالك كويسة وأعمال سيئة، ما في حسنات، ما في غيبة، ما في نميمة، ما في شيء يأكل هذه الحسنات، ها خلاص تدخل، بس بعد 50,000 سنة ومعاناة هنا والبرزخ. هذه المراحل كلها
أنت ما لك موعد، ما لك وعد. إذا وصلت للميزان بعدين ها قال لك تفضل، نقول لك أنت أنا تفضل. تخرجنا من الموضوع، ولكن هو هذا أساس شغلنا. فإذا نحن نتكلم هنا عن شيء للمؤمنين مفيد، أنك إذا دخلت الإيمان كان الله يعينك، يطلع لك من المشاكل، يخرجك من المصائب، حتى لو ما في شايف أنه خلاص في كرب مغلق، يجي النور يكشح، برهان، يجي النور عندك، امشي كذا، سوي كذا، اعمل كذا، وبعدين تشوف نفسك خرجت من الأزمة. في ناس في السجن، في السجن مطلوب منه أموال معينة باللفة الدوران سجلوها عليه، مسجون خلاص 10 20 30 سنة، سدد وتعال، ومبالغ هائلة. وطيب هو موجود في هذا المكان يستطيع يعمل حتى يسدد؟ حتى لو عنده أفكار مهما كان ما يستطيع. فعرف أنه في هذا جاءه حتى يعني يفتح له الله، مثله كثير، ولكن هذا المؤمنين الذي نبيه قلبيا، فقال ما فعل الله هذا إلا حتى يعني ألجأ إليه، وآخرتي أحسن من دنياي، خلاص خليني متجه للآخرة، ليس لأجلي أن يخرجه، وهذه الدنيا هي اللي يبغاها ويريد يرجع لأولاده وبزوطه، هذا مو في الفكر، في فكر الآخرين مثله في نفس المشكلة جلسي، لكن هذا فكره خلاص أنا توبة نصوح، توبة نصوح لا أرجع. ما في أقل من 40 يوم صدق، ها صدق 40 يوم، حتى انكشف أهل المشاكل على حقيقتهم، ها وهو لا يدري، هو في حاله ماشي ما يدري إلا طرق الباب، تفضل اخرج وخذ تعويض. خرج والأموال موجودة. فالذي يصدق مع الله يصدق الله معه، بالعكس الله أعطانا كل شيء متاح في الأرض. أنت فقير عندك المال هنا قريبة من رقبتك، مريض عندك الصحة قريبة من رقبتك، متاحة، متاح الذي تريده ويخرجك من المأزق، متاح. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أقرب من حبل الوريد، خلاص أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أنا دعوت يجيب. حرارة شغالة ما في فصل، دعاء إجابة. طيب بعدها ايش يقول؟ فليستجيبوا لي، أنا أجيب هم يستجيبوا، وليؤمنوا بي. تؤمن أنه أقرب من حبل الوريد، خلاص ترتاح نفسيا وكل شيء، صاحب القدرات هو وخالق القدرات هو وخالق كل شيء هو، أقرب لك من حبل الوريد، ها؟ فليستجيبوا لي. إيش تبغى يا ربنا؟ آمن بي، حبني، أحب الأشياء للفخر. أنت تفتخر بهذا السؤال، بهذا الطلب. في حاكم عنده المليارات ولا ملياردير ولا شيء يقول لك تعال بليز، تعال صديق لي. ما في دور أصدقاء، بالعكس يطلع على الأصدقاء ويخلي له قليلين وخلاص. لكن رب العالمين يقول تعال استجيبوا لي وآمنوا بي لعلكم ترشدون، تصيروا عقال. طيب وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا.
واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. يعني كيف امرأة العزيز وهذا غلام تحب فضيحة يعني. طيب هذه القصة يعني نكملها. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأخذت وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. أما في نظرهم صغير خدام يغريها ملكة امرأة العزيز. فلما جلس على المتكى قالت شوفوا وخرج وأعطت كل واحدة سكين، يعني عارفة أنه يسلب الألباب سلب لبها. فبتقول لهم شوفوا اللي سوى معايا كذا وأنتم النساء نساء علية القوم. فكل واحدة سكينها قطعنا أيديهن. متى يحصل هذا الشيء؟ لما تغيب تنبهر بشيء تنسى نفسك. طيب فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. طيب الوقت كيف؟ طيب قال فذلك الذي لمتنني فيه قال رب السجن أحب إلي. هي هددت إذا لم يفعل السجن يصير صاغر برضه مصممة يعني. هو حب يعقوب ليوسف وحبها ليوسف وحبهن ليوسف وتمكين الله له حب من كل جهة، حب من الله وحب من امرأة العزيز وحب من النساء وحب من يعقوب. والحب يخلف أشياء، حقد من أخوانه أخذ الحب كله لا عنا، حب ملاصق له من هو صغير، حب عذاب سبب له مشاكل كثيرة ولكن في الظاهر مشاكل لكن في الباطن تربية وتزكية وإصلاح، ومعه ربنا يريه البرهان يريه المهم يخرجه من كل شيء يبغى يحصل له. حب الله غالب على أمره. فالإنسان لما يكون معلق قلبه مع الله ينظر للتجارب هذه اللي تمر عليه في الحياة اليومية ما دام في إذا في علاقة مع الله يأخذ لها التفسيرات ربانية، وإذا في غطى عن هذا الباب نهائي بس منكمش على الدنيا يأخذ لها يعني التفسيرات المنفصلين
منفصل. هذا أنا لازم أحمي نفسي، لازم أدافع نفسي، ويتعب ويغلب. لما يكون مع الله لا، يرى الكون كله محب له ومسخر له حبا، يعيش حياة طيبة كما ذكر الله. لأنه حيينا حياة طيبة، ليش؟ لأنه مكبر الله، مصغر ما عداه، عارف من هو، هو المكرم عند الله. ما ينظر الناس ينظرون إلي كيف، لا، الله نظر إلي أني مكرم، كرمنا بني آدم خلاص. فتكون حياته غير. في الرخاء الواحد لا يشعر بقدرات الله، هي موجودة ولكنها عن طريق الأسباب. فلذلك لا يعني يفكر إنه الأسباب هي تفعل هكذا، ليس الله، هذا جاء، هذا أعطاني، هذا منعني. إيمانه يكون حتى لو كان قال الله، برضو يقول هذا أعطاني، هذا منعني، وماشي كذا. لكن لما يمتنعون هؤلاء، الله يمنع، أحيانا يمنع ولا نشعر في أثناء الحياة. إما زي كذا سجن يأتي الإنسان، أو مثلا فصل من الوظيفة، أنت معاه ولا مع من؟ مصغر غيره ولا مكبره؟ مثلا طلاق، من الأحب؟ أحب الله عادي. ذهب المرزوق وبقي الرازق، ذهب المحبوب الضعيف وبقي الله الأحب. ابن ولا زوجة؟ زوج أحبه، ولكن الله أحب. الله أبدي وأنت أبدي، فهذا مؤقت. فالإيمان بالله مريح في كلا الأطراف. إذن طيب نكمل، خلونا هنا بلاش نخرج كثير. فلما شوف كيف قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. سيدنا يوسف نبي مؤمن بالله حقا، فلذلك لا ينظر للسجن كما ننظر له ونحن، يمنعني عن كذا، يمنع، لا، الصلة موجودة، وهذا أهم شيء. في السجن إيش بيصير؟ السجن يمنع عني الأشرار، يمنع عني هؤلاء النساء، يمنع عني هذه الأشياء التي تشغلني عن علاقة مع الله. أمنع هذا وأمنع هذا، وأفكر في هذه المرأة وأفكر في هذا الرجل، ابتعدوا ابتعدوا، وهم يريدون يسلبوني. فالسجن أحب إلي. ليش السجن أحب؟ هو ليس سجن، سجن لأهل الظاهر، ما حركة، ما في، هذا عنده علاقة قوية مع الله. فلذلك سجن يمنع عني الأشرار، هو سجن لهم، ينظر لها هكذا. السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يمنعهم عني وأكون معك. موجود هناك خلق في السجن لكن بدون يعني أذية لي. أذاؤه الله جعل أذاؤه من النساء، النساء كمان إيش، النساء التوب لفوق. فقال السجن أحب لي، يهددون بالسجن، السجن أريح لأن علاقته مفتوحة مع ربه، وفي موجود خلق في الأرض محل السجن، نعلم نفهم، ليس كما نرى نحن السجن أحب إلي أنه هو طلب من الله السجن، يعني هذا شيء قبيح، طلب من الله السجن، لماذا يطلب من الله السجن؟ هو مستواه غير مستوانا، مستوانا نحن صح السجن متعب، بين مجرمين، بين كذا بين كذا، وهنا بين مشاكل، مو مشكلة، نحن مكخرة كذا، مو مشكلة. في ناس يتمنوا الحب من الآخرين.
وفي ناس يهربون لحب الله. طيب نوقف نكمل. والله الصورة طويلة. نتوقف عشان في كلام مليان ما يصلح إلا له وقت أطول. فلذلك يا أحبابنا في الله، الله سبحانه وتعالى يوفقنا لفهم كلام الله، كلام ربنا القري العظيم الكبير، ونأخذ من القرآن الإيمانيات، نتزود، لا ننشغل بالقصة كيف هذا حصل على هذا ولا حصل، هذا كلام ابحث واعرف القصة وارتاح دماغيا، لكن قلبيا هنا تأخذ الزاد الكبير العظيم الذي يمشي معك في جميع المراحل. لا تجعل مرحلتك هذه تحجبك عن المراحل الأخرى، ولا يحجبك حب ما فيها ومن فيها عن حب الله العظيم. والله المؤمن يحب السيارة ويحب البيت ويحب الزوجة ويحب الأولاد ويحب يروح البحر ويحب يلعب ويتسلى، ويحب هذه الأشياء مرتبتها بمقدارها، يعرف الحقيقة لكن يعمى عن الحقيقة ويفعل. فهمون الدين أنه فاصل عن الرفاهية، عن النعيم، الدنيا وسخة، الدنيا قذرة، الدنيا الدنيا. طب والآخرة مين موجود عندك والدنيا قذرة؟ أين تعيش؟ أغلب الناس هكذا، ما في فاصل. قل، الله يقول للرسول عليه السلام قل إن صلاتي ونسكي، هذه عبادة، ومحياي مثل بعض ومماتي كل مثل بعض، ما في فاصل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، هذا أمر الله، بالصلاة والعبادة والمزح والمرح والضحك والابتسامة والفرح. لكن المستويات المنخفضة من العواطف ليست للمؤمنين، الخوف الحزن هذه الأشياء هي تجلب المشاكل للإنسان، هذه ما هي موجودة عند المسلمين. كل مراتب عليا من العواطف، السلام، الحب، البهجة، الرحمة، حب الناس، حب الخلق، ما في فاصل أنا هنا وهذا هناك، هذا قبيح وأنا طيب، هذا كافر أنا مؤمن. ما أدراك، هو واحد تعلق على هذا الكلام، ليش ما نصنف؟ المصمم اللي يصنف يقول لك ربنا صنف هذا كافر وهذا مؤمن. البرمجة أفسدت هذا، البرمجة قالت المغضوب عليهم ولا الضالين، أم الفرقة الفلانية والفرقة الفلانية، مغضوب عليهم والضالين موجودة في كل الأديان حتى في المسلمين. لا نجعل المسلمين صنف والكفار صنف، لا، الكفار في جميع الأصناف، ما في صنف مستثنى. نحن نفعل مثل اليهود نقول نحن أحباء الله، ما في أحد اسمه أحباء الله مصنف، المسلمين هم أحباء الله، هي صح وغلط. المسلمين عند الله يعرف أنهم مسلمين، ها، هم أحباء الله، وليس كما من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلمون، لأنه قال محمد رسول الله مسلمون وغيره كافرون. لا، في هؤلاء منافقين وكفار وغضب الله عليهم وسخط ولعن، موجود في القرآن، اكتب لعن تلقى فيه كثير، اكتب غاضبة تلقى كثير غاضب،
اكتب ضالين، شوف ايش قبلها، كثير يفعلون هذا المشكلة واسمهم ضالين عند الله. من اي دين مغضوب عليهم برضو، شوف كم مغضوب عليهم. فنحن مشكلة التصنيف هذا كمان تكلمنا عنه قبل، لكن الناس بعضهم لا زال إلا يصنف هذا كافر، هذا فاجر، هذا فاسق، هذا في الدين المشكلة، ليس في مكان ثاني. من قال؟ من أدراك أنك أنت المسلم؟ أنت المؤمن للأبد، مؤمن خلاص، لأنه خلاص أباك شافوك بالطريقة دي، أنت خلاص مؤمن ومتق الله وواصل. إذا كان كلمة الله مجهولة عند المسلمين، وضعوا شخص آخر سموه الله، أكبر برمجة وأصدق برمجة أن تسلم نفسك لربك. ها، مصادر موجودة إلى الموت، إلى قيام الساعة، القرآن موجود، لكن يضل ويهدي القرآن. الصلاة موجودة ولكن تدخل في ويل، خذها على حقيقتها، ويل للمصلين، وكمان إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما تخليك إلا الطاهر منقى. الإنسان طبعه هلوع إلا المصلين، تزكيك داخل خارج. أي صلاة، حركات مخصوصة في أوقات مخصوصة، وأقوال مخصوصة، وحركات مخصوصة في أوقات مخصوصة، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم؟ لا، لقاء الله، الله أكبر وغيره أصغر، أين هذه؟ ما حد يعلمنا هي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.